طيب منتخبنا طبعا بجانب ان هو حصل على او حصل على لقب البطوله، ده انجاز جماعي، ولكن كمان الجوائز الفرديه ما خرجتش بره مصر. منتخبنا كنا بنتكلم من اول البطوله ان كل لاعب قد ايه مؤثر، كل لاعب قد ايه نجم في حتته، وعندنا لاعبين كثر كانوا نجوم وكانوا يستحقوا بكل تاكيد كل الجوائز الفرديه اللي طبعا بيتم تقديمها من قبل البطوله. ده اللي معانا في خبرنا الثاني. فسيطر لاعبو المنتخب الأولمبي المصري على كل الجوائز في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم تحت 23 سنة، واللي اختتمت امبارح على ملعب استاد القاهرة الدولي، وده خلال مراسم حفل توزيع الجوائز في المباراة النهائية في المسابقة اللي توج بيها المنتخب المصري بفوزه في المباراة النهائية على حساب منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1 بعد اللجوء للأشواط الإضافية، حيث حصل رمضان صبحي قائد منتخبنا على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وده بعد مجهوده الكبير وقيادته لفراعنة للفوز بالبطولة، خاصة مع تسجيله هدف الفوز في المباراة النهائية في مرمى كوت ديفوار. وحصل محمد صبحي حارس مرمى المنتخب الأولمبي المصري على جائزة أفضل حارس في البطولة، حيث تألق في قيادة الفراعنة للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه. وذهب لقب هداف البطولة إلى مصطفى محمد، واللي أحرز 4 أهداف متفوق على زميله في منتخب مصر رمضان صبحي صاحب الـ3 أهداف. أما جائزة اللعب النظيف أو اللعب النظيف فقد ذهبت إلى المنتخب المصري برضه، ليحصل الفراعنة على كافة الجوائز الخاصة في البطولة بعد التتويج بلقبها للمرة الأولى في 3 نسخها. كمان توج الكابتن شوقي غريب المحترم المخضرم المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي بجائزة أفضل مدير فني في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، ونشر الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف تغريده عبر حسابه على تويتر اعلن فيها فوز غريب بالجائزه رغم عدم الاعلان عنها في الملعب بحفل تسليم الجوائز والميداليات. كل جائزه من دول مستحقه، واعتقد لو في جائزه ممكن الواحد يقدمها كمان بقى للجماهير، اللاعبين ممكن تكون عندهم الروح اوريدي، ولكن الجماهير كانت في كل مباراه بتواجدها وبهتافاتها، وان هي دايما كانت موجوده خلف منتخبنا الاولمبي، هي كمان اضافت للروح اللي هي اوريدي عندهم الروح الزياده، الحافز الاكبر ان احنا حتى لو وصلنا لطوكيو 2020 احنا عايزين نسعد الجماهير ديت بالفوز بالبطوله، مش عايزين الناس دي كلها تروح زعلانه، وازاي هم قادرين يتعاملوا مع ضغوط تواجد الجماهير داخل الاستاد وفي نفس الوقت بياخدوا منها الايجابي بس، مش بياخدوها مش اي شكل سلبي، ودي امكانيات خاصه، امكانيات ناس محترفه، امكانيات لعيبه محترفه قادره تفهم تواجد الجماهير وقادره تستغله باكبر شكل ممكن وبافضل شكل ممكن. منتخبنا الاولمبي منتخب محترم، كل الاسماء فيه اسماء محترمه، كلنا مستنيين الخطوات الجديده اللي هتكون ليهم في مسيرتهم الاحترافيه، ان شاء الله تكون تليق باسمهم، ان شاء الله ربنا يبعد عنهم كل الاصابات، يبعد عنهم اي غرور، يبعد عنهم اي حاجه ممكن تكون بتشتت اهدافهم، ودايما يكون هدفهم هو واحد، انهم يكونوا بيسعدوا جماهيرهم اللي لابسين التيشيرت بتاعهم سواء أندية أو جماهير مصر اللي دايما بتتكاتف في الأوقات المهمة، وخلاص محدش بيكون فاكر أي انتماء غير انتمائه لبلده، تيشيرتس نادي الزمالك مع تيشيرتس نادي الأهلي كله موجود جنب تيشيرت منتخب مصر داخل الاستاد على مدار البطولة. دي الحالة المميزة اللي تابعناها ودايما بنتابعها في بطولات أمم أفريقيا، الحالة بتاعت 2006 طعمها رجع مرة تانية من ساعة ما كنا بنستضيف كأس أمم أفريقيا في إنجاز قدرنا نحققه لـ3 سنوات أو 3 نسخ على التوالي. كمان منتخبنا الأولمبي قدر يعمل حاجة وحاجة وحالة، عمل حالة مميزة جدا، إن شاء الله تستمر وياخدوا منها أكبر قدر ممكن من الثقة وأكبر قدر ممكن من المكاسب كمان لكل المسابقات اللي يكونوا بيشاركوا فيها في الفترات اللي جاية.